ده كان كلام كتير بعظمة لسان، وفي كلام كمان فائض أكتر هنناقشه المرة الجاية. ولا يبقى أخيرا غير أسرار الملك، غزال المغرب الشارد ضاع من الأهلي. ما دمنا في المغرب العربي وما دمنا متواصلين مع الأشقاء في المغرب وهذه المنافسة الندية الكبيرة جدا، الأحداث فكرتنا بصفقة كانت هتكون قوية جدا للأهلي. كنا في تونس، الأهلي بيشارك في البطولة العربية 96-97، موسم 96-97. المهندس عادلي طول اليوم أنا معاه، بتتكلموا من حوالي 23-24 سنة، وفي يوم الصبح من قبل الفطار وحاطط على الباب رجاء عدم الإزعاج، ما يعني إنه نايم، لكن اليافطة اتعلقت أو فضلت موجودة كتيرة على الباب. بعد الظهر أو في وقت متأخر سألت الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، يقول لي جاي، ده بره وجاي. يا عم ده كاتب عدم الإزعاج، لا 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 ده جاي. وأفاجأ إنه اللي كنا فاكرينه في أوضته في مشتل أبو نواس في تونس كان موجود في المغرب. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في لعيب فز اسمه أحمد بهجة. أحمد بهجة في طول الكابتن غزال، في طول الكابتن مصطفى عبده، بس قوة بدنية هائلة، مهارة وضربات رأس زي كابتن علي أبو جريشة، مهارة في الترقيص، لعيب فاز. لفت نظري إمتى؟ في كأس العالم أعتقد اللي كان في 94، وكان مباراة غالبا أمام بلجيكا، وراح ناحية الخط كده لقيت واحد سارح على الخط عمال يرقص الفرقة كلها، والكرة دي انتهت بجون، يا هو جابه يا بصاه على خط المرمى، مش فاكر بالظبط. ايه الجدع ده؟ مين ده؟ فبقيت اتابعه. دي لقطات لاحمد بهجه غزال المغرب الشارد. شايفين الطول والرشاقه والمهاره. وبعدين راح لقيته تاني سنه بيلعب في السعوديه. لقيته جايب 21 جول. وبعدين رجع، انا بتابع فيه بقى. وبعدين رجع راح المغرب تاني في الكوكب المراكشي. فاحنا كنا مسافرين تونس. وانا كان الاتحاد العربي بيكرمني لان عملنا بطوله حلوه هنا، وانت مدير النادي في بطوله 96، فاستنى سنة ان مدير البطوله السابق يروح ضيف واول مره تطبق عليا. فكنت رايح ضيف على الاتحاد العربي، فقلت للكابتن صالح انا ماشي مسافر، قلت له يا كابتن انا بفكر اخطف رجلي يوم كده من غير ما حد يحس، اطلع المغرب افكر في لعيب كذا 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 كذا، وحكيت له اعمل كده اتهور، قال لي اتهور. فاكر يوم ما السفير يعني دعانا في السفاره في تونس، انا رحت واخده على جنب قلت له انا عايز اطلع المغرب بكره. قال لي بكره؟ قلت له انا محتاج تاشيره بس مش عايز حد يعرف، ومش عايز مخلوق يعرف. انا بقول لك حطيت لنا. قال لي معاك الباسبور؟ قلت له انا واخده في جيبي بقى. قال لي سيبه، بالليل هتلاقيه عندك في اللوكاندا. الباسبور جالي، لقيت تأشيرة المغرب من اللوكاندا، رحت حاجز التذكرة 6 الصبح في الطيارة على وثبتتنا احنا بعدم الإزعاج الدار البيضاء، ما حدش يعرف. على الدار البيضاء 3 ساعات راكب على مراكش. كنت كلمت بقى مولاي مأمون اللي هو محافظ مراكش ورئيس نادي الكوكب المراكش. مولاي مأمون ده محافظ مراكش. ايوه. فكلمته، رحت اللوكاندا الأول، كنت جبت نمرة أحمد بهجة وكلمته، قلت له أنا جاي لك المغرب وأنا في تونس عايز أشوفك، تيجي الأهلي؟ قال لي أجي الأهلي. قلت له أنا جاي لك إمتى؟ قلت له بكرة. قال لي أنا عندي ماتش بكرة. قلت له تجي لي اللوكاندا بعد بكرة. قلت له تجي لي اللوكاندا الساعة 6 الساعة 6، وبعدين نفكر هنروح الماتش إزاي وبعدين. فالمهم جالي اللوكاندا، اتفقت معاه، صمم على مرتب كان كبير قوي وقتها، كان عايز 6000 دولار مرتب في الشهر. بهجة طلب من الاهلي 6000 دولار شهريا. شهريا. غير انه سايننج في حاجه كانت اقدر عليها يعني، ولسه النادي بتاعه مبالغ دي وقتها كبيره يعني. ايوه. طيب انا عايز احضر الماتش بكره بتاع، مش عايز حد يعرف حاجه. انا قعدت في المدرج، في المدرج على شمال المقصوره، بصيت لقيت التلفزيون المغربي وواحده بتحط لي الميكروفون في بقي، بتعمل ايه هنا؟ حد من الصحفيين لقطني
قلت لها انا بتفرج على على المباراه، ما قلتلهاش احمد بهجة خالص يعني. انما حاولت اتوه على قد ما اقدر. رجعت على اللوكاندا، كان محجزين لي بقى ميعاد مع مولاي مأمون. رحت بقى قصر زي الف ليله وليله، الباب بتاع 4-5 متر وتخني كده وكله مسامير زي افلام اللي بتشوفها ودخلت قاعه مهيبه جدا، وقاعد في وسطيها كده راجل على طقم مخملي احمر ولابس اللبس المغربي الجميل. اهلا راجل قعدت اتكلمنا، قلت له انا عايز كابتن احمد بهجة، بس انا مسافر يعني في طياره بالليل، يعني اخر طياره بالليل، فيا ريت ننهي كل حاجه دلوقتي. قال لي يعني ايه، مش ممكن ننهي كل حاجه دلوقتي. قلت له على الاقل ننهي الاتفاقات، طلباتك ايه؟ فاجئني قال لي عايز 250,000 دولار. 250,000 دولار ده رقم مفزع وقتها. اطلب الكابتن صالح مش عارف اجيبه، اطلب الكابتن حسن قالوا لي لا ده في ايطاليا عند مصطفى عبد الله رحمه الله عليه، الله يرحمه، اللي هو يعني ابن خالته وكان مدير مكتب الاهرام في روما. فالمهم كلمته يا كابتن حسن 250,000 دولار. قال لي عدلي ده بتاع فوجئ، طب استناني ارد عليك بكره. قلت له انا عايز يعني. قال لي بكره عدلي ما اقدرش لان لازم لجنه كره اكلم الكابتن صالح، انت بتتكلم في مبلغ. فقلت لمولاي مأمون، قال لي والله عندنا عروض انت وبختك. وقال لي انا اعرف ناس في النادي الاهلي واصحابي جدا جدا، منهم حسن شحاته اللي كان سكرتير، حسن شحاته بتاع الباسكت، ده صاحبي جدا وبتاعه، ما باجي القاهره بنزل عليه وهو بيجي لي هنا. قلت له اذا. المهم على ما رجعنا القاهره لقينا نادي سعودي اعتقد الاتحاد دفع فيه 450,000 دولار وسنتها جاب 22 جول. اللاعب ده كان هيبقى نقله نوعيه في اللعب المحترف. مطار الاهلي من 250,000 دولار هو بس كان عيبه حاجه واحده بس. قالوا لي كده، قالوا لي هل هينسجم في مصر ولا لا؟ لانه مودي قوي، مزاجي قوي، وعايز معامله خاصه.